السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. متتبعي الكرام، فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع كنتمنى أنكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد اليوم. هذه شهرين إخواني أخواتي تقريبا اللي كانوا الناس عين القنصرة في واحد الدوار بجماعة مولاي يعقوب، يعني لقاو واحد الجثة بجنب واحد الساقية، فمول الفعلة اللي قام بهذا الفعلة جا الاعتقال ديالو بعد 4 أسابيع من اقترافه هذه الجريمة، واللي كان السبب الرئيسي واحد الجلسة خمرية. هاد الصديق اللي قتل صاحبه قطع ليه يديه ورجليه ودارهم في ميكا ولاحهم في الساقية. بطبيعة الحال هاد مول الفعلة اللي هرب من الإقليم ومشى لمدينة سالة تخبى مع واحد من العائلة ديالو في واحد الحي سميتو سيدي موسى. فهادشي قبل ما يشدوه الجدرمية بعد 24 يوم من وقوع هاد الجريمة، وتم الاقتياد ديالو للمحكمة من أجل المحاكمة ديالو بمدينة فاس. فبخصوص هاد الجريمة مشى الضحية ديالها واحد الراجل عمره 41 سنة، يعني صاحبه كان انتيم، كانوا صحاب وكانوا ديما كيقصروا مبليين الله يعفو، كيشربوا ماهية في هاد الجلسة الخمرية في مكان اللي كان قريب لواحد الفيرما في نفس الدوار. فأقلوا ضربوا بشي موس وقطع له يديه ورجليه وعملهم في ميكا ورماهم في الساقية قبل ما يهرب. فقبل ما يهرب يعني من هاد المسرح هاد الجريمة ويختفي على الأنظار. فشي واحد من الدوار اللي كان كيجمع الببوش او الحلزون باش يسترزق الله، يعني هاد السيد اللي كان كيدور يعني كيسترزق الله باش يعاون عائلته، كيمشي يلقط شويه الببوش ويعاود البيع ديالهم في احدى الاسواق المجاوره لهاد الدوار ويعاود فيه البيع وبالتالي يكسب رزقه بالحلال. فهاد مول الببوش اللي كان دايز من حدا هاد الساقيه وفجاه انتبه الواحد الميكا بجنب هاد الواد او الساقية. فبطبيعة الحال تفاجأ بالاطراف داخل هاد الميكا، فالروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى كما كنقولوا، ومشى على وجه السرعة للبريكات ديال الجدرمية باش يخبرهم او باش يخبر هاد المصالح للدرك الملكي وحتى السلطات المحلية، يعني القايد واللي مكلف ديك المنطقة باش يخبرهم يعني ويعلمهم على هاد الجريمة اللي استنفرات بطبيعة الحال كلش بما فيها لابيجي ديال المركز القضائي ديال مولاي يعقوب، وهي اللي دارت المسطرة بالتنسيق مع النظيرة ديالها المركز الترابي في ولاد ميمون، هذيك المنطقة او الدوار سميتو ولاد ميمون، وحتى الدرك ديال بن سودة، وحتى الفرقة يعني التدخل السريع. كلشي بطبيعة الحال سارع الوقت باش يفكوا لغز هاد الجريمة اللي حيرت الجميع، يعني حيراتهم بسبب يعني تفاجؤوا بهول هاد الحادث او هاد الجريمة، لانهم ما عمرهم اعتادوا يعني باش يلقاو هاد الجريمة في المنطقة ديالهم. يعني هاد المحققين اللي بداو حيرين وبقاو كيتسائلوا بيناتهم شكون اللي غيقدر يفعل هاد الفعله، يقطع بنادم طرف طرف ويديرهم في ميكا ديال البلاستيك. وحتى السؤال اللي طرحوه شنو الاسباب والحيثيات وشنو الظروف اللي خلاتهم او اللي خلات هاد الفعله يقوم بهاد الفعله ديالو. فبطبيعه الحال الفرقه العلميه اللي قاموا بتشخيص هويه الضحيه دي كان صراحه يعني مدرج في الدماء ديالو، يعني متوفى الله يرحمه، وعرفوا شكون اللي كان معاه في ديك الجلسة بفضل يعني البصمات اللي خداوها من عين المكان. راكم عارفين يعني التكنولوجيا يعني المتطورة ديال الفرقة العلمية اللي كيخداو يعني مسحوا ديك المنطقة او ديك المكان ديال المسرح الجريمة، خدوا البصمات يعني واكتشفوا ان هذاك مول الفعلة هو فلان بالفلان، وعرفوا بانه شحال عنده من سنه. يعني البطاقه الوطنيه كتعطي تحديد الهويه ديال اي واحد قام بهذا الفعله، فعرفوا مول الفعله اللي كان هارب
ومخبي وعياو ما كيقلبوا حدا حتى تمكنوا من الاعتقال ديالو من داخل واحد المنزل للاخ ديالو بحي سيدي موسى. يعني سيدي موسى واحد الحي كبير يعني بمدينة سلا. فكما ذكرت هذا الجاني اللي كان في العمر ديالو 28 سنة كان أساس على شي فيرما ديال الدوار بالليمون. يعني هذيك الدوار بالليمون يعني بديك المنطقة مولاي يعقوب جماعة مولاي يعقوب واللي كان كيقصر ديك الليلة مع صاحبه وكانوا كيشربوا ناحية. كان ديما مرة يخلص على الاخر يخلص عليا مرة يخلص عليا الاخر وهكذا. يعني كانوا مصاحبين كانوا انتيم كانوا دائما يعني ديك العشرة بيناتهم رغم ديك الفارق ديال السن اللي بيناتهم. فوقع ما وقع بسبب الشك ديال هذا الجاني اللي كان شك على انه هو اللي خداله بعد ما تسرق الهاتف ديالو. فالشك في الصديق ديالو اللي هو الضحية فما بان لي غير صاحبه اللي قدامه واتهمه. يعني بسبب يعني ديك التأثير الخمر او الماهية اللي اثرت على هاد المفعلة فكيبان لي غير صاحبه هو اللي قام يعني بسرقة الهاتف ديالو واتهمه. فهنا فين غيسخن الطرح وبدا كيتبادلوا يعني السب والشتم والضرب والجرح بيناتهم. يعني الاخر يضرب والاخر يضرب حتى جبد موس من تحت الجيب ديالو كان خازنه وباغته بواحد الضربه في القلب والعنق وحتى انه طاح على الاطراف في الارض وكله دميات. هنا فين غيتفاجئ هذا المفعله وفاق من بعد ما شاف الصديق ديالو الانتيم للعشرة ديالو اللي كان دائما كيتعاودوا بعضياتهم المشاكل كيتعاودوا بعضياتهم جميع الهموم اللي كتحوم بيناتهم. يعني فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادشي كنت أسفوا لي بزاف صراحة. فالشراب وماهية فين كيوصلوا إخواني أخواتي. فبنادم دائما يعني كينسى راسه وما كيعرفش راسو انه حط راسو في مواقف اللي يعني غتدمر له حياته وراء القضبان. فدائما الروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. فمهما كانت الاسباب هاد الافعال الاجرامية ومهما حاول هاد المفعلة الهروب فغيحصل غيقول في راسو انني غنمشي نتخزن راه ما غيشوفني حتى شي واحد ولكن مراقب الله سبحانه وتعالى من الفوق. وحتى الامن اللي قام بالواجب ديالو كما هو فتم القبض عليه ويتم العقاب ديالو سواء في الدنيا او الاخره. وهذا الشيء اللي وقع لهذا الشاب اللي حاول انه تختفى على الانظار ومشى لمدينه بعيده اللي هي سلا وبالضبط بحي سيدي موسى كما ذكرت. ومن بعد ما حاول الاخ ديالو ينكر وينفي التواجد ديالو داخل هذا المنزل ان الا ان هذه اليقظه ديال رجال الامن والفطنه ديالو تمكنوا من الاعتقال ديالو وجبدوه من داخل البيت مخزون يعني من تحت الدروج ديال هذاك المنزل. صراحه هذه الجريمه اللي وقعت بجماعه يعني مولاي يعقوب بضواحي يعني ضواحي ديال فاس واللي اهتزت لها الساكنه واللي كانوا عمرهم ما كانوا كيظنوا انهم غيوقع لهم بحال هادشي اللي وقع وتفاجئوا بهاد الشبته اللي صراحه مازال كنشوفوا في المغرب الحبيب. هاد الجرائم مازال كتوقع ومازال كتكرر وكنتمنوا ان السلطات يديروا واحد المجهود كثير للحد من هذه الافعال الاجراميه اللي مازال كتكرر واللي مازال كنشوفوا نفس السيناريو اللي كيوقع. هذا السيناريو راه ماشي غير هذا السيناريو اللي وقع في يعني بمدينه او بجماعه مولاي يعقوب فهي وقعت يعني سابقا بمدينه خريبكه وبنفس السيناريو وبنفس يعني كما نقولوا الاشخاص اللي هو عساس
والشخص الغريم ديالو اللي كان حتى هو رجل عنده 51 سنه اللي تم التصفيه ديالو بنفس الطريقه، والسبب هو هاد الخمر وهاد البليه اللي فين كتوصل هاد الناس. يعني واحد كيمشي عند الله سبحانه وتعالى والاخر كيكمل حياته يعني وراء القطبان. هنا فين كنتمنوا